وسهلا بمشاهدينا الافاضل ومتابعين قناه الاحوازيه اينما كنتم في الاحواز المحتله او في المهجر. دمتم سالمين ومنصورين باذن الله تعالى. مشاهدينا الاعزاء، كما شاهدتم في الجزء الاول من سلسله حلقات برنامج قناه الاحوازيه في هذا الاسبوع، كان بالبدايه من استوديو كندا رفيقي وزميلي الاستاذ ابو شريف الاحوازي، وايضا ضيفه كان سعيد دراجي الشاعر الوطني الاحوازي من السويد، وايضا انا اخوكم ابو حمد الاحوازي في الجزء الثاني من قناه الاحوازيه. سنبدي حوارنا مع ضيفنا الكريم وهو الاستاذ مضر حماد الاسعد، كما تعرفون هو رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن الديمقراطي السوري من اسطنبول، وايضا تعرفون بان الدوله الايرانيه تضمر الاعداء لكل العرب وما تبين حتى الان الا الغليل، وما يخفي الاكثر من هذا بكثير، وما نشاهد من دمار وخراب في العراق ولبنان وسوريا ودول الخليج العربي من فتنه واحتلال الاحواز ايضا والجزر الاماراتيه، وما هو الا شاهد على ممارسات الدوله الايرانيه على ارض العرب. ومن اجل هذا الحديث راح نبدا حوارنا اليوم عبر الاسكاب مع اخينا وضيفنا استاذ مضر حماد الاسعد. معي استاذ فاضل. اهلا وسهلا بكم ويا مرحبا بكم. حياك الله استاذ فاضل. استاذي العزيز، كما تعرفون وانتم حاليا بعد تمارسون مع الاحتلال ايضا تدخلات الحكومه الايرانيه في سوريا، وتعرفون هذه المجازر التي قامت بها هي مباشره حكومه الاحتلال الايرانيه في سوريا. بصراحه نستطيع ان نقول ان الفتاوى والملالي والدعم المالي والعسكري الذي يقدم من ايران الى النظام السوري هو من يقتل الشعب السوري، هو من يقتل أطفال سوريا، هو من يقتل نساء سوريا، هو الذي دمر المدن السورية. إيران هي شريكة أساسية في الإجرام الذي يتم كل يوم في سوريا، مثل دعمهم الكبير للنظام السوري ونظام بشار الأسد وكتائب الأسدية، وكذلك من خلال دعمهم لبعض الميليشيات الإيرانية وبعض الميليشيات اللبنانية الذين ساهموا في مساعدة النظام السوري من أجل قتل الشعب السوري ومنع حرية وكرامتهم. إيران اليوم تستضيف مؤتمر، أطلقت عليه المؤتمر للمعارضة السورية في طهران، لكن أريد أن أقول بأنه هذا المؤتمر هو مؤتمر الشبيحة والزعران والنبيحة وأعداء النظام، لأن الذين تواجدوا في المؤتمر كلهم من عملاء النظام وكلهم من عملاء الأمن السوري وكلهم في مجلس الشعب وفي الإدارات وفي الوزارات، وأرادوا أن يصنعوا منهم معارضين. إذا تسمح لي ممكن تفتح الكاميرا عندك؟ تفضل. إيران هي الشركة الأساسية كما قلنا، بالأمس اليوم اعتقلت العشرات من الشباب الأحوازي في عملية دفن الشهيد الشاعر الأحوازي كبير ستار السياحي، ونحن بدورنا وباسم وباسم كل أخوات سوريا نقول رحمة الله عليه، وهذا الشاعر كان له صدى كبير في الشارع الأحوازي وفي الشارع العربي. إيران مثل ما قلنا هي تحتل الأحواز، والتي تشكل في مساحتها أكثر من 10 أضعاف من مساحة فلسطين. تخيلوا، إيران تنتقد إسرائيل لأنها تحتل فلسطين، بينما هي تحتل الأحواز التي تعتبر أكبر من فلسطين ب10 مرات، إضافة إلى الجزر الإماراتية فلسطين بالكبرى وفلسطين بالصغرى وأبو موسى. إيران ما قامت به سابقا واليوم يعتبر من جرائم إنسانية في سوريا أو في العراق أو في الخليج العربي أو في الأحواز الشهيدة التي أستطيع أن أقول عليها، ولكن هذه الشهيدة سيقوم يوم ما من الأيام، والحمد لله حاليا ثوار الأحواز لم يقصروا من فترة طويلة وهم يقارعون الاستعمار الإيراني الاستعمار الصفوي. إيران تدخلت في كل الشؤون السورية، نحن من يحكمنا بشكل أساسي في سوريا هو الأمن الإيراني أو فريق القدس كما نسميه أو الحرس الثوري الإيراني،
الذين يتحكمون في كل المسارات في سوريا، في الأمن، في الإعلام، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. ولكن الشعب السوري قال كلمته، الشعب يريد إسقاط النظام، ونحن نقصد بالنظام هو نظام كتائب الأسد، نظام الأمن، نظام إيران، نظام روسيا، نظام الصين، الذين يقتلون الشعب السوري كل يوم ويذبحون الشعب السوري كل يوم من خلال أسلحتهم وأموالهم ورجالهم، ومن خلال العصابات التي يرسلونها إلى دمشق وحماة وحمص. وقد تم إلقاء القبض على عدد كبير من الشبيحة ورجال العصابات الإيرانيين وبعض المنشآت العراقية وبعض الطيارين. إذا تسمح لي، سوريا ليس مجاورة لإيران، ما الذي جعل الحكومة الإيرانية تحافظ على نظام عصابات الأسد وهي إيديها ملطخة بدماء الشعب السوري؟ بصراحة الخميني عندما جاء إلى الحكم قال الثورة الإيرانية ليست وجودها إيران، ويقصد بها الثورة الإسلامية وهي بعيدة عن الإسلام، وإنما سنقوم بنشرها في جميع دول العالم وخاصة دول المنطقة أي الدول الإقليمية، وهو يسعى إلى إعادة الدولة الفارسية التي كانت موجودة قبل الإسلام، ولكن عندما جاء الإسلام انطفأت الإمبراطورية الفارسية كما نعرف، وهي على زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الخليفة الفاروق رضي الله عنه. حاليا يحاولون من خلال الدين، وهو الدين براء منهم والإسلام براء منهم والحسين براء منهم وعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه براء منهم، هم يحاولون من خلال الدين الإسلامي السيطرة على كل الدول الإقليمية والدول المجاورة لهم، وحاليا من خلال احتلالهم للعراق ضمهم للعراق إضافة إلى سيطرتهم على سوريا وإلى جنوب لبنان في شكل الهلال الصفوي الذي يحلمون به والذي كان يحلم به إسماعيل الصفوي سابقا. أستاذ الفاضل، يعني عندما حضرتك في سوريا وشاهدت بطولات الشعب السوري، وحاليا هم شعب السوريين الحمد لله والشكر لله الحمد واجهوا هاي عصابات الخمينية، واجهوا حرب الثورة الإيراني، واجهوا تدخلات إيران في سوريا ما بعد حكومة بشار أسد إن شاء الله، كيف ترون يعني هل تكون هناك سفارة للحكومة الإيرانية؟ بصراحة أريد أن أقول بأن إيران بالنسبة للشعب السوري انتهت نهائيا، إيران انتهت نهائيا بالنسبة للشعب السوري وأصبحت في بلد تاريخ وأصبحت من النسيان. إيران بالنسبة للشعب السوري هي مثل إسرائيل تماما، ولا يمكن أن يكون هناك توافق مع نظام ملاذهم نهائيا. ولكن أريد أستطيع أن أقول بأن السفارة الإيرانية في دمشق ستكون بعون الله هي سفارة دولة الأحواز، وسنقوم نحن الشعب السوري و لا سوريا برفع العلم الأحوازي فوق السفارة الإيرانية والحسن قادم، وإن شاء الله إيران لا يمكن أن تكون صديقة أبدا. أستطيع أن أقول لك بأن إيران وروسيا ونظام الحكم في العراق نظام طائفي، هؤلاء مجتهدون في الشعب السوري ولا يمكن أن يمد إليهم يد المصافحة أو الصدق أو الأخوة أبدا أبدا. أستاذ الفاضل، ما هو تأثير التحالف بين القوى الوطنية العربية في العراق والأحواز وسوريا والدول الخليج العربي في مواجهة السياسات الإيرانية؟ أستطيع أن أقول بأن قد يستقيم مع كثير من الإخوة العرب من منطقة الخليج العربي ومن العراق، وخاصة أن السياسات التي تجدت هنا في إسطنبول أو في تركيا أو في بعض دول العالم خاصة في المنطقة الأخيرة وهو المنطقة العربي لمصر الأحواز وبعد الثورة السورية، فقد التقيت مع بعض من العرب وبعض السياسيين العرب، فكان هناك اتفاق كامل على وحدة الصف العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية.
وفي مواجهه الاستعمار الايراني على الاحواز. وحقيقة هناك بشرى لا بد ان اقولها للاحواز، ان كثير من الاخوه العرب حاليا يستعدون من اجل عقد لقاء موسع في كل اطياف المعارضه الاحوازيه من اجل توحيد الصف الاحوازي، من اجل توحيد الثوره الاحوازيه، من اجل توحيد الاحزاب الاحوازيه وكل اطياف المناطقين الاحواز، من اجل البدء في الاحوازيه ثوره النصر والتحرير وطرد الاستعمار الاسلامي ان شاء الله وعما قريب. ان شاء الله. استاذ الفاضل، ما هو المطلوب من وسائل الاعلام الدول العربيه حول دعم الثوره في سوريا او في الاحواز من قبل المحتل الفارسي الايراني؟ استطيع ان اقول بصراحه المتحدث لما يقول بان الثوره الاحوازيه هي الثوره بالنسبه للعرب. العرب تناسوا الاحواز، يمكن تناسوا عن سبب الاقتدار والترصد مثل ما يقال، وهناك تناساها من اجل الالتفاف الى شعبه الوطني، ولكنهم نسوا الشقيق الاحوازي الذي يعاني الامر، يعاني الاحتلال، يعاني الفقر، يعاني الاستعمار الفاشل، يعاني حتى في تحرير وجوده، يعاني في تحرير مصير دينه وعقيدته، ويعاني في كل شيء في الاحوال. الاعلام العربي هنا تاثير واضح. هذه لابد ان نقولها، الاعلام العربي تاثر اتجاه الاحوال التقصير الواضح، ونحن من خلال وجودنا استطعنا ان نرسل بعض الاخبار الى بعض الصحف العربيه لاقت تجاوز كبير، ونحن استبشرنا خيرا في بعض الصحفيين العرب اذا كان من تونس او من ليبيا او من مصر او من العراق ومن البحرين ومن سعوديه ومن الكويت. هؤلاء لم يقصروا، ولكن استطيع ان اقول بان هناك كثير واضح من الجميع. الاعلام العربي يجب ان ياخذ دوره بشكل واضح، والاعلام العربي يجب ان يكون له دور كبير في مواجهه الاستعمار الفارسي الاستعمار القطري لكي يحتل عربستان ويحتل الجزيره الاماراتيه بالذات، التي لا يمكن ان تبقى كذلك. الاعلام هو البوصله التي توجه الشعب العربي من اجل النظر الى اخوانهم في عربستان، في ابادان، في محمره، في كل المدن الاحوازيه الشقيقه. ونحن نستبشر خيرا، وان شاء الله حاليا هناك اكثر من ملتقى واكثر من ندوه ستقام في بعض الدول العربيه وبعض دول العالم كلها مؤيدة للأحوال، وكلها من أجل الحديث ورفع شأنهم، ومن أجل تحفيزهم وتحفيز الشعب العربي لكي يكون السلم القوية في المرحلة القادمة، من أجل تغيير الأحوال وتغيير مصير الشعب العربي في الأحوال إن شاء الله. إن شاء الله. أستاذ فاضل، اسمح لي، جاءنا خبر عاجل، وهو بعد استشهاد الشاعر ستار أبو سرور، السلطات الإيرانية شنت هجمة اعتقالات واسعة لحق النشطاء السياسيين والثقافيين والشعراء الأحوازيين، ومن ضمنهم الشاعر أبو أمجد الحيدري، وأيضا أحمد سفهان الحزباوي، رضا رمضان الحزباوي، أمين كريم صياحي هو أبو ماهر عم الشهيد أبو سرور، وأيضا دفنت الشهيدا أحوازيا سرا، وهو في يوم الأربعاء كان هناك علي بندر البريهي في سجن قارون، تم استشهاده ودفنوه في يوم الأربعاء الماضية سرا، وأيضا اعتقلت كل من النشطاء السياسيين قاسم صعبوري 30 سنة، بن زايد بن دنبوس، علي صعبوري 23 سنة، بن زايد بن دنبوس، وأيضا اعتقلت كل من مسلم شجيرات، حاتم هلالات، حسين المنطوري، وايضا هاني سواعدي، لطيف الطرفي، جاسم المزرعاوي، سعيد صياحي،
عفوا سعود صياحي، كمال مقدم محمد صياحي، وعبد العالي دوري معروف ابو شيماء. وايضا مشاهدينا الاعزاء، صدرت احكام غيابيا بحق مهدي خسرد، حسن بهرامزاده، ليث زرغاني، احمد زرغاني، صالح عموري، عبدان تميمي. نعم مشاهدينا الاعزاء، كما تعرفون استشهاد المناظر الشهيد الشاعر الكبير ابو سرور خلى حاله من صدمه وغضب بين اوساط الشعب العربي الاحوازي والتخوف لدى السلطات المحتله الايرانيه. هذا ما يعني موجود حاليا في هذه الحاله الاستفزازيه في الاحواز، وحاله استنفار من قبل القوات المحتله الايرانيه، لان هناك شعب الاحواز منتفض و شعب الاحواز محزن في استشهاد المناضل الكبير الشاعر ابو سرور. هذه الاسماء التي وصلتنا قبل قليل مشاهدينا الاعزاء، ولكن الاعتقالات مستمره في الاحواز المحتله، وهي ما تقوم به حكومه الاحتلال الايرانيه. مشاهدينا الاعزاء، نرجع لضيفنا الكريم كي نفتح الحوار مره ثانيه معه. استاذ فاضل ابو حماده، دعم الثوره الاحوازيه كيف ترونها؟ وما هي مطالباتكم من اشقائنا العرب حول دعم الثوره الاحوازيه؟ اولا استطيع ان اقول ان دعم الاحوازيه يكون بعده اتجاهات. اول الاتجاهات هو تصويب المعارضه الاحوازيه. ثانيا احتضان الاشقاء الاحوازيين في كل الدول العربيه. ثالثا وعدم جعلهم مهجرين في دول اوروبا ودول العالم. لابد ان يكون للشعب الاحوازي خطط او المقصود الاكبر في الاقامات العربيه وخاصه دول الخليج. الشعب الاحوازي يجب ان يكون له مكان بين هاي اولا. ثانيا بعد التقييم ودعم المعارضه الاحوازيه في مجلس كبير يتم الدعم السياسي والدعم الاعلامي والدعم المالي والدعم الاجتماعي. الشعب الاحوازي يجب ان يلقى الدعم الكبير من الاشقاء العرب، يجب ان يلقى الدعم من كل الدول العربيه بدون استثناء. وهذا الامر يتطلب جهود اولا من خلال ان يكون للاحواز مقعد دائم في جامعه الدول العربيه، ان يكون عضو كامل مثل اي دوله عربيه في جامعه الدول العربيه، وان تسعى جامعه الدول العربيه والدول العربيه ومجلس الامن في الامم المتحده لقبول الاحواز في الامم المتحده ومجلس الامن الدولي. وهذا الامر يتطلب العمل السياسي والعمل الاعلامي الكبير من الدول العربيه ومن دول المحبه للسلام ومن دول عدم الانحياز ودول العالم الشريف والدول الكبرى التي تقف الى جانبنا ضد الاحتلال الايراني والاحتلال القطري. ومن خلال ذلك يمكن ان نستطيع ان نقول اننا قد قدمنا الثوره الاحوازيه، لاننا بصراحه لقد ظلمنا الشعب الاحوازي في الفتره الماضيه. هو عانى ظلم الاستعمار الايراني ونحن ظلمناه عندما تناسيناه، فعلينا الان ان نعوضه عن بعض ما قدمنا من ضعف الفتره السابقه. والقضيه الاحوازيه يجب ان ترتقي الى منطقه دول العالم. يمكن ان نقدم في محكمه العدل الدوليه جمود النظام الايراني السابق واللاحق والحالي بتقديمه الى محكمه العدل الدوليه لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه في حق الشعب الاحوازي في كل المدن الاحوازيه، واخرها الشاعر الكبير ستار الصياحي، ومن قبله عدم الكثير من الشباب الاحوازي وعلقتهم على اعواد المشاكل بدون سبب سوى انهم يقولون الاحواز يجب ان يكون ان تكون عربيه، الاحواز يجب ان يقرر مصيره بنفسه. فهذه المطالب لا يمكن ان تصل بشخص ان يعدم وان يعدم الحياه. الحكومات الايرانيه استطيع ان اقول بانها لا تعرف الانسانيه ولا تعرف الاسلام، وهي بعيده عن كل قيم الانسانيه وعن كل انسانيه في الحياه. لا نستطيع ان نصفها الا
الشعب أو بالنظام القاتل، النظام المجرم، النظام اللا إنساني. وهذا هو الوصف الحقيقي لإيران وحكومة بلادي. أستاذ الفاضل اسمح لي يعني نقطة، هناك حضرتك تشاهد يعني يوميا هناك أكو اعتقالات من قبل الجيش السوري الحر للمرتزقة الإيرانيين التي يتواجدون في على أراضي السورية، وقبل يعني فترة دعوا إخوانكم الأحوازيين وهم يطالبون إخوانهم في الجيش السوري الحر بتبادل الأسرة الأحوازيين بين مرتزقة من عناصر حرس الثورة الإيراني الذي تم القبض عليهم هناك، ما هو ردكم؟ بصراحة أقول بأن الجيش الحر في سوريا قد ألقت القبض على الكثير من المرتزقة الإيرانيين. دفعة واحدة في دمشق ألقت القبض على 42 مرتزق وأرهابي، وهؤلاء جاءوا لمساعدة كتائب الأسد ونظام الأسد المجرم. ونحن تواصلنا مع بعض الكتائب ومع بعض قادة الألوية، فقلنا لهم يجب مبادلتهم ببعض الثوار الأحوازيين، وحاليا هناك مطالبات وإن شاء الله نصل إلى نتيجة. وهنا لابد أن أقول وأن أقدم أحر العزاء إلى الشعب العربي والشعب الأحوازي والشعب السوري في استشهاد قائد سرايا الأحواز التي تقاتل في دير الزور. نعم، هناك سرية باسم لواء الأحواز يقاتل في دير الزور ويقف مع الثوار ويقاتل مع الثوار ضد كتائب الأسد، وقد استشهد قائده من يومين، ونقول رحمة الله عليه وإلى جنون وإلى جنان الخلد إن شاء الله، والنصر قادم والحسم قادم. نحن نأمل أن نصل إلى نتيجة وأن يتم تبادل الأسرى الإيرانيين المرتزقة الموجودين حاليا بيد الجيش الحر مع أخواننا الأحواريين الذين يقبعون في سجون الظلام في سجون الإجرام في إيران، وإن شاء الله نصل إلى نتيجة. وهذا الأمر لو وصلنا فيه إلى نتيجة فقد يكون بادرة خير بالنسبة لنا وبالنسبة لشعب الأحوازي من أجل الانطلاق من جديد نحو الحرية والنصر والكرامة. أستاذ الفاضل، قبل أيام سمعنا خبرا بأن هناك مواطن أحوازي كان يعني يكون مع الجيش السوري الحر ويقاتل نظام الدكتاتوري بشار أسد، واستشهد في معركة اللاذقية وهو عدنان عبيات. هذا أحد مواطنين أحوازيين التي تواجد على أراضي سوريا، وهو مناضل أحوازي كان يعني هناك موجود مع صفوف جيش السوري الحر وناضل وجاهد هناك واستشهد على أرض سوريا. كيف ترون هذه الاستشهاد هناك؟ أولا أستطيع أن أقول بأننا نحن سابقا أي قبل ما يأتي الخميني إلى الحكم عام 1979 كنا ندرس في المناهج التربوية الدراسية السورية، كنا ندرس عن القضية الحوازية. ولكن عندما جاء الخميني وكان حافظ أسد موجود على رأس الحكم قام بإلغاء كل الكتب التي تتكلم عن عربتان أو عن الأحواز، والشعب الأحوازي الأشقاء الأحوازيين كانوا يقطنون في دمشق من سنوات طويلة من أيام الستينات والخمسينات والسبعينات، وهناك كثير من الأخوة الأحوازيين الذين ولدوا في دمشق وولدوا في المدن السورية، فهؤلاء بقوا في دمشق وبقوا في سوريا، وعندما انطلقت الثورة وقفوا مع أخوانهم الشعب السوري. هؤلاء لا يفرقون أنفسهم على أنهم أحوازي أو سوري، هؤلاء هم ولدوا على هذه الأرض وتربوا على هذه الأرض، ونحن نفخر بهم ونعتز بهم. ونستطيع أن نقول بأنهم حاليا هم مع الثورة السورية يقاتلون ويدافعون عن الشعب السوري ويدافعون عن التراب السوري، لأنهم بصراحة هم بالأول والأخير كلنا ننطق حرف الضاد وكلنا مع الحرية ومع الكرامة. وأستطيع أن أقول بأن لواء الأحواز المتواجد حاليا على غثاث الفرات أو في بعض المناطق السورية بأن فيه عدد كبير من الأخوة الأحوازيين الذين بقوا في سوريا وانضموا إلى لواء الأحواز
الذي استشهد قائده من يومين ونقول رحمة الله عليه وإلى جنان الخلد. الله يرحمه. أستاذ الفاضل أنا أشكرك لهذه الإضاحة، ولكن نخليك معنا لناخذ فاصل ومن ثم نرجع عليك لإكمال الحوار. مشاهدينا الاعزاء، فاصل في الاحوال المحتله او في المهجر. نعم مشاهدينا الاعزاء، كما شاهدتم الفاصل، هذه هي تحدي شعراء الاحوال، ومنهم ضمنهم كان تحدي الشهيد الشاعر ستار صياح ابو سرور، وهو شاعر مناضل احوازي. وانا كنت هناك في سجون الاحتلال الايرانيه، وكنت عايش لمده شهرين مع الشهيد في سجون الاحتلال الايراني في سجون قارون، وإنسان مناضل بأعلى مستوى كان. وفي سجون احتلالهم كان لديه تحدي، وكان يشعر لديه الأشعار هناك لدينا في السجن، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الجريمة التي ارتكبتها الحكومة الاحتلال الإيرانية، وهي استشهاد المناضل بسرور. مشاهدينا الأعزاء، كنا مع قبل الفاصل مع ضيفنا الأستاذ مضر حمادي الأسعد، رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن الديمقراطي السوري الحر. مرة ثانية نكمل الحوار معه. حياك الله أستاذ فاضل. أهلا وسهلا فيك، ورحمة الله على كل شهداء الأحواز الأبرار. تسلم أستاذ فاضل. أستاذ العزيز، كما شاهدتم هاي خلال السنة وسنتين والثورات العربية التي قامت في الدول العربية، وأيضا الوضع الحالي التي تمر بها جغرافية ما تسمى إيران وهي الحكومة الإيرانية، والوضع المنطقة بأكملها، كيف ترون الوضع الحالي، وما هو على الأحوازيين، يجب على الأحوازيين أن يستغلوا هذه الفرصة؟ بصراحة أستطيع أن أقول بأن الثورة السورية ستقلب موازين كل المنطقة العربية والمنطقة الإقليمية أو ما يسمى منطقة الشرق الأوسط، من خلال تفاعلاتها مع الجميع، من خلال ما ستؤدي إليه إيران. إيران لن تغيب عن ثورات الربيع العربي، بل ثورات الربيع العربي ستضرب شواطئ إيران بقوة، من خلال تحفيز كل القوميات الموجودة من البلوش، من العرب، من الأكراد، من الأذريين. هؤلاء كلهم سيطالبون بالحرية والكرامة وبتقرير المصير. إيران هي ليست دولة متكاملة ذات قومية واحدة، هي مجموع قوميات. تلك القوميات لن تسكت على الظلم، لن تسكت على ما يحاق بها من إجرام ومن خذلان ومن جوع ومن فقر. الثورة السورية هي المرتكز الأساسي لكل الثورات العربية أو لكل ثورات المنطقة. من خلال الثورة السورية ستسقط الكثير من الأنظمة. أولا نظام الطائفي العراق سيسقط إن شاء الله، لأن هناك إرادة قوية وكبيرة جدا عند الشعب العراقي من أجل إسقاط النظام الطائفي في بغداد. هذا الواقع سيكون له تبعات إلى إيران وإلى لبنان التي يتحكم بها حاليا الإرهاب النصري أو بما يقال حزب الله، سيكون له تأثير كبير عليه. سيسقط هذا النظام الإرهابي الذي تدعمه إيران بكل أنواع الأسلحة والأموال والدعم اللوجستي والدعم الأمني، من أجل تقويض وحدة لبنان ومن أجل تقويض حرية لبنان. هو لا يحارب إسرائيل، لو كان يحارب إسرائيل حاليا دخل في حرب مع إسرائيل لمساعدة أهلنا في غزة. الأنظمة، كيف ترون هاي الازدواجية أستاذ فاضل، آسف أقاطعك، يعني كيف ترون هاي الازدواجية من قبل حزب الله أو حزب الله كما هم يندعون، تدخلاته في سوريا، قتل الشعب السوري، واليوم هي هناك مجزرة في غزة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وحسن نصر الله كما يدعي هو مقاومة ساكت بحقها حول هاي المجزرة التي قامت
قبل 4 أيام في غزة ولكن قاعد يقتل الشعب السوري، كيف ترون هذه الدواجيه؟ أخي الكريم، أنا كتبت مقال في حول هذا الموضوع وهو عن المعادلة، أطلقت على المقال المعادلة المقلوبة. إيران التي تقول بأن إسرائيل تحتل فلسطين وتقتل الشعب الفلسطيني، بينما هي تحتل عربستان الأحواز وتقتل الشعب الأحوازي وتقتل من خلال أموالها وعصاباتها و الإمدادات العسكرية تقتل بها الشعب السوري، وبنفس الوقت هي تقتل الشعب اللبناني. أنا أستطيع أن أقول لك بأن هناك الكثير من الشباب السوري أراد أن يذهب يقاتل إسرائيل من خلال الجنود اللبناني، ولكن عصابات حزب الله منعت، لأن عصابات حزب الله هناك اتفاق من تحت الطاولة مع إسرائيل، هناك اتفاق من تحت الطاولة، هناك اتفاق كبير جدا ومن تحت الطاولة بين إسرائيل وإيران. إسرائيل تحتل المشرق العربي، المغرب العربي، يعني المنطقة هنا نستطيع أن نقول عليها أنه هي في غرب المنطقة، في غرب إيران تحتلها إسرائيل، وفي المنطقة الشرق الوطن العربي تحتلها إيران، أي العراق وعربستان نستطيع أن نقول أنهما في شرق الوطن العربي، وجنوب لبنان وفلسطين هما في غرب المنطقة العربية تحتلهما إسرائيل. هناك معادلة صحيحة لكن تحت الطاولة، والمعادلة غير صحيحة هي من فوق الطاولة. إسرائيل وإيران هناك اتفاق كبير على عدم جعل البلاد العربية تأخذ مصيرها وعدم تقدمها نحو الأفضل اقتصادياً وسياسياً وإعلامياً من خلال احتلالهما لعربستان، يعني بما نطلق عليه الأحوال، ومن خلال احتلالها لفلسطين. إيران وإسرائيل هناك اتفاق كبير جداً بينهما ولا يمكن أن يفرقهما أي شيء. إسرائيل من سنوات طويلة ويتهدد بضرب إيران، حتى الآن لم تقترب إسرائيل من إيران، وإيران تهدد إسرائيل من عشرات السنين، وإيران لم تخسر أي شهيد في مواجهة إسرائيل أبدا، وإسرائيل لم تخسر أي قتيل في مواجهة إيران. فهذا هذا الفاضل، يعني حضرتك يعني تذكر بأن إيران، وانت حضرتك احد النشطاء السوريين ورئيس حزب المكتب السياسي السوري، ما هي مطالباتكم من زملائك في الوطن العربي لدعم القضيه الاحوازيه ضد الحكومه الايرانيه؟ اولا على الدول العربيه ان تعتبر ايران مثل اسرائيل، اولا قطع العلاقات الدبلوماسيه وعدم تبادل السفراء والدبلوماسيين، لأن لا يوجد فرق بين إسرائيل وبين إيران، هذه تحت الأرض العربية وإيران تحت الأرض العربية. إيران تقتل الشعب العربي وفلسطين، وإسرائيل تقتل الشعب العربي. ملال يقوم بتكفير كل مسلم وكل عربي، وإسرائيل تقول نحن شعب الله من خارج. إذن نعم، هما وجهان لعملة واحدة. فأنا أتمنى من جميع الدول العربية أن تكون بمقاطعة النظام الإيراني مقاطعة كاملة، وأن يكون هناك إعلام واحد ومتفق عليه على أن إيران دولة عدوة مثل ما هي إسرائيل دولة عدوة، لا يمكن أن نفرق بينهما، هما وجهان لعملة واحدة. وهذا هو الكلام الذي يمكن أن يرضي الشعب العربي وشارع العربي. أستاذ الفاضل، حضرتك يعني تعرف إمكانيات قناة الأحوازية جدا قليلة وتبث بأسبوع ساعتان، وهذه التي تمكن قناة الأحوازية مع شقيقتها قناة أحوازنا التي قبل أيام بدأت البث الرسمي على القمر نايل سايت، ما هي مطالباتكم من أشقائنا العرب للدعم الإعلامي للدعم القضية الأحوازية لفتح قنواتات أخرى أو تبني ساعات للقناة مثلا الأحوازية على قنواتاتهم أو قناة أحوازنا؟ ما هي مطالباتكم من أشقائنا العرب؟
يعني حقيقة هناك يعني استفسار. الاستفسار يقول بأن هناك أكثر من 700 محطة فضائية عربية فقط مختصة بالأغاني والطبخ والأفلام والمسلسلات. أنا أريد أن أقول لكل هؤلاء الذين يقدمون المال إلى تلك المحطات، لا أريد أن أقول بأنها كثيرة وكبيرة، فيستطيعون أن يقدموا أو أن يساعدوا على افتتاح قناة عن الأحواز. كل الأغنياء العرب الذين افتتحوا تلك المحطات، محطات الرذيلة الغنائية والمسلسلات والأفلام، وأستطيع أن أقول إنها محطات رخيصة، فلو يقدمون 5% من المرابح إلى القناة الأحوازية لأصبحت القناة الأحوازية تبث على مدار 24 ساعة. فنحن نطلب من كافة الشرفاء العرب ومن كافة الحكومات العربية الشريفة أن تسعى وتعمل وتدعم قناة الأحوازية بأن تبث على مدار 24 ساعة متواصلة بدون توقف، وأن تدعمها ماليا وإعلاميا وإداريا وتقنيا وفي كل شيء. يعني لحد الآن شاهدنا وأنتم تشاهدون يعني قناة الإعلام العربي، قنوات الإعلام العربي جدا ضعيفة، مع ذلك اللي قاعد تبث قناة وصال أو قناة صفا الأسبوعية يعني مرتين أو 3 مرات، وهي بساعة زمان فقط، ولكن هاي إمكانية هاي كل جدا يعني قليلة للقضية الأحوازية. وتعرفون الأحواز أصبحت 87 عام تحت الاحتلال الحكومة الإيرانية، وعلى العرب أن يعني إذا يبدون يقطعون يد الإيراني مثل في أوطانهم كما حضرتك ذكرت في العراق أو في لبنان أو في السعودية أو في الكويت أو في الخليج، لدعم القضية الأحوازية يعني يكون لديهم نشاط أكثر في هذا المجال. إحنا عم تعرفون القضية الأحوازية إذا أصبحت محررة هناك يد الإيران في الوطن عن الوطن العربي بأكملها، وتتفشل هناك حكومة الإيرانية بعد ما يكون لديها تدخلات في الأوطان العربية بأكملها. هناك يكون يعني القضية الأحوازية هي تفقد الإيران بأكملها، وهذه ما يعني انتظر منها شقان العرب. وأنا أوجه هنا كلامي إلى دول الخليج، إلى الكويت، إلى البحرين، إلى قطر، إلى السعودية، إلى عمان، إلى الإمارات العربية المتحدة. أريد أن أقول لهم بأن ثوار الأحواز ممكن أن يكونوا خط الدفاع الأول لهم في مواجهة الأرض، فعليهم أن أن يساعد ويدعم الشعب الأحواز، الشباب الأحواز، الثورة الأحواز. دعمها نريد منهم الدعم المادي والدعم الإعلامي. الدعم الإعلامي أن يساهم أو أن تساهم تلك الدولة أو أن يساهم أغنياء تلك الدولة في مد الإعلام الأحوازي بالمال والكوادر الإدارية والكوادر الإعلامية من أجل الانطلاق بفضائية أو بمؤسسة إعلامية كبرى تستطيع أن تقود أو أن تجيش الشعب العربي والشعب الدولي والعالمي والأصدقاء في مواجهة المد الفارسي، المد الصفوي في منطقة الخليج خاصة وفي دول العالم عامة. إيران اليوم هي أكبر مصدرة للأثاث في العالم. هذه المقولة وهذه الحقيقة يجب أن نعرفها. ما من وراءها إسرائيل أو إيران في منطقتنا وفي أغلب دول العالم. إيران من خلال عملائها، إذا كان حزب الله أو إذا كانت بعض الميليشيات الموجودة في العراق. نحن نتمنى من جميع الدول العربية أن تساهم وتدعم الشعب الأحوازي من أجل أن يكون له محطة فضائية
ترعى وتهتم بشؤونه، أن تسلط الضوء عليه وعلى شبابه، وأن تسلط الضوء على قضيته، هذه القضية المنسية، هذه القضية التي يجب أن تكون حاضرة دائما في الإعلام العربي وفي إعلام الدول الكبيرة، ولا يمكن لها أن تظهر على وجه الأرض مثل ما يقال إلا من خلال محطة فضائية كبرى أو مؤسسة إعلامية كبرى نستطيع من خلالها توجيه رسائل إلى كل دول العالم، إلى الشباب العربي، إلى الدول الصديقة، إلى مجلس الأمين، من خلال تبنيها للقضية الأحوازية من الألف إلى الياء، وعلى أن تكون هذه المحطة بأي لغة، أي أن تكون لها نشرة أخبار في اللغة الفرنسية، في اللغة الإنجليزية، في اللغة الروسية، حتى في اللغة الإيرانية، في اللغة العربية، أن تكون نشرات الأخبار من أجل توجيه القضية الأحوازية ونشرها في جميع دول العالم وعبر لهجاتها. أستاذ فاضل، حضرتك أحد أبناء الثورة السورية والوطن السوري الحر، وعن يعني شاهدتم تدخلات إيران هناك والقتل الشعب السوري على يد العراصر حرس الثورة الإيراني، وقبل أيام سمعنا بأن المملكة العربية السعودية تمت القبض على 15 من عناصر حرس الثورة الإيراني الذي رادوا يدخلون أراضي المملكة العربية السعودية، وتعرفون إذا يدخلون هؤلاء الحرس الثورة الإيراني ماذا يقومون هناك؟ ما هو كلامكم للأشقانا في المملكة العربية السعودية؟ أستطيع أن أقول بأن الحرس الثوري الإيراني امتدت أصابعه إلى أغلب الدول العربية. هم يدعمون العصابات الإرهابية والتوتيين والانفصاليين في اليمن. هم يدعمون الانفصاليين وبعض الأحزاب المتطرفة في البحرين. هم يدعمون بعض الحركات الإرهابية في الكويت. هم يدعمون بعض الميليشيات والأحزاب الطائفية في العراق. هم يدعمون الميليشيات والشخصيات الإرهابية والطائفية في لبنان. الحرس الثوري لا يمكن له إلا أن يرى مشكلة عندهم عقدة، وهي أن الدول مستقرة، يجب أن تكون هناك مشاكل في كل الدول التي بجوارهم أو الدول الإقليمية. إيران لا يمكن أن تكون هادئة أو أن تترك شعوب العالم في هدوء وأمان وأطمئنان. إيران عندها حقد طبيعي على كل الدول العربية، حقد لأن الفرس ما زالوا يحلمون بالإمبراطورية الفارسية القديمة. ومن ثم جاء إسماعيل الصفوي الذي حاليا هناك الكثير من أتباعه يحاولون بأن يكونوا على طريق وسيرتهم، وهي في الدولة الصفوية أو الإمبراطورية الفارسية الكبرى. أستطيع أن أقول بأن على الأشقاء في المملكة العربية السعودية بأن يكونوا على أكمة الحذر. إيران لم تفكر، إيران لم تهدأ، إيران حاليا تقدم المال والسلاح إلى البعض في السعودية من أجل إثارة المشاكل والفتن، وخاصة في المنطقة الشرقية. وكلنا نعرف بأن كلما ازدادت الثورة السورية ضراوة على نظام الأسد، تحاول إيران التخفيف عن النظام من خلال إثارة المشاكل في البحرين أو في الكويت أو في السعودية. ولكن استاذ فاضل اسمعني قاطعك، لان تعرف قربنا ان نوصل الى ختام البرنامج. في ظل دقيقه واحده كلمه اخيره للاشقاء العرب لدعم القضيه ولوقف تدخلات ايران هناك. العرب عليهم اولا واخيرا ان يكونوا يدا واحده في مواجهه التهديدات الايرانيه، ان يقاطعوا ايران الى الان. ما زال هناك حكم بهذا المعنى وحكم بهذا الصلب وبهذا الإجرام وبهذا الأسلوب المتردد، الأسلوب الإرهابي في قيادة الدولة الإيرانية.
على العرب مساعدة الأحواز والشعب الأحوازي من أجل حق تقرير مصيره، من أجل الاستقلال، ومن أجل تقوير الإرهاب الإيراني وجعله محصورا في قمة طهران. إيران اليوم تشكل الخطر الأكبر على الدول العربية، على الوجود العربي، مثلما إسرائيل وجدت من أجل تقوير الوجود العربي. إيران حاليا هي شرط على أن لا يكون العرب في وحدة ووئام والهناء والسعادة. مشاهدين أنا آسف أقاطعك أستاذ الفاضل، أنا أشكرك لتواصلك وتواجدك على قناة الأحوازية، وأشكر هذه جهودكم وجهود كل أبناء شعب السوري الحر في مواجهة الحكومة الإيرانية ولدعم القضية الأحوازية. أيضا أستاذ الفاضل كما تعرفون إمكانياتنا جدا قليلة، هنا وصلنا إلى ختام البرنامج. مشاهدين أعزاء، في الجزء الأول من برامجنا كان على الهواء أستاذي ورفيقي أبو شريف الأحوازي وضيفه سعيد الدراجي أحد شعراء الأحوازيين في المهجر، وأيضا من الجزء الثاني من قناة الأحوازية كان معنا أستاذنا مضر حماد الأسعد وهو رئيس الحزب، رئيس المكتب السياسي للحزب الوطني الديمقراطي السوري من إسطنبول، نشكره على تواصله ودعمه للقضية الأحوازية. مشاهدينا الأعزاء هنا وصلنا إلى ختام البرنامج، إن شاء الله في حلقات أخرى سنراكم وسنوافيكم في آخر التفاصيل والأخبار التي تخص قضية من الأحوازية في التحرير وفي المهجر بإذن الله تعالى. في حلقات أخرى انتظرونا.